عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم غادي نشوف فيه منهجية كتابة production écrite السنة الثالثة إعدادي. كيفاش نكتبو la production écrite؟ نبدأ على بركة الله. alors أول حاجة، شنو هو المطلوب في production écrite؟ alors المطلوب هو نص سردي من 3 فقرات لا يتجاوز 10 أسطر. alors text narratif يكون فيه 3 ديال الباراغراف، 3 ديال الفقرات، مقدمة عرض خاتمة، ما يفوتش 10 سطور. الوغ نقطة على 8، الوغ برودكسيون اكريت على 8 نقاط. الوغ الأسئلة اللي كيتطرحو في برودكسيون اكريت كيعطيكم موضوع تحكيوه، تهضروا على لي سيركونستونس، ظروف الحدث، شنو هما الظروف، الزمان، المكان، الشخصيات. من بعد لي سونتيمون، شعور، الشعور ديالك. من بعد في الاخر لا رياكسيون، ردة الفعل. الوغ هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا بالنسبه للموضوع ديال برودكسيون اكريت. الوغ نشوفوا المقدمه، غادي نعطيكم واحد المنهجيه. الوغ هاد المنهجيه ممكن تطبقوها على اي موضوع. الوغ تبعوا معايا مزيان. الوغ جو مو سوفيان اونكور دو ليفينمون سيتي لو طون ا لو ليو جيتي. Alors, personnage, moi seul, avec ma famille ou mes amis. Alors, فقط اللي غادي نغيره في المقدمة هو ما يوجد بين قوسين. مثلا, je me souviens encore de, ما زلت أتذكر. L'événement, الحدث. الحدث اللي قال لكم هضروا عليه في production écrite, نكتبوه هنا. Cité, le temps, الوقت. اش من وقت؟ حددوا les circonstances, هما الظروف، الوقت، من بينها الوقت. واش لاني ديغنييغ، واش لي فاكونس دو ليتي، واش توجور لو طون كيكون في لو باسي، يعني كنعاودو باسي. الوغ لو طون باسي، الماضي. ا لو ليو، المكان، غادي نحددو واحد المكان اللي بغينا. جيتي، الوغ جيتي كنتو، بيرسوناج انا، موا سول، انا بوحدي، افيك ما فامي او مي زامي، مع العائلة ديالي او بلا مي زامي. الوغ هاد المنهجية ديال المقدمة فيها لي سيركونستانس، الحدث، الوقت، المكان، الشخصيات. الو اكزامبل، نعطيكم واحد اكزامبل. سؤال: vous vous rappelez sans doute de votre premier voyage hors de votre village. racontez les circonstances, comment vous avez ressenti et réagi. alors المعنى ديال السؤال: انت تتذكر دون شك السفر الاول اللي درتيه خارج قريتك. racontez، الو احكي ظروف هذا السفر. كومون فو زافي غوسونتي، كيف شعرت وكيف كانت ردة فعلك. الوغ الجواب، غنعطيكم واحد الجواب. جو مو رابيل اونكور، جو مو رابيل هي جو مو سوفيان، اتذكر بحال بحال. جو مو رابيل اونكور دو، الوغ ليفينمون الحدث، مون برومي فواياج السفر الاول، يعني درت الحدث. سيتي لي فاكونس دو ليتي، الوغ في لو طون درت لي فاكونس دو ليتي. à la ville de Rabat, في مدينة الرباط. j'étais avec ma famille، كنت مع عائلتي. alors هي المقدمة ديال هاد لو سوجي هذا. alors غادي نمشيو للعرض. العرض غادي نهضروا فيه على لي سونتيمون ولا رياكسيون، المشاعر، الشعور وردة الفعل. alors هنا عندي لكم أمثلة ديال لي الجمل اللي نقدروا نستخدموهم. مثلا ما ميموار غاردي انكور سو سوفونير، الذاكرة ديالي باقي كتعقل على هاد الذكرى. سوفونير، سوفونير هو الذكرى. الوغ هادي الجملة نقدر نحطها في برودكسيون اكريت تجي مع أي موضوع. إلي غرافي دو ما ميموار، إلي غرافي دو ما ميموار، زعما هاد الحدث لصق ليا في دماغي، في لا ميموار، في الذاكرة ديالي. الوغ هادي حتى هي تقدر ديرها في أي موضوع. سيتي ان ايفينمون تريست، إلا كان الحدث تريست حزين غنقول سيتي ان ايفينمون تريست. إلا كان سعيد، حدث اللي كنعاود عليه سعيد، غنقول سيتي ان ايفينمون اوغو، سعيد، كان حدثا سعيدا. جافي غوسونتي لا جوا اي لو بونور، الوغ شعرت بالسعادة بالفرح. ولا لا تريستيس لو مالور، جافي غوسونتي لا تريستيس لو مالور، الحزن، الحزن ولا تريستيس لو مالور. إلا كان الحدث اللي كنهضر عليه مفرح. La peur، la peur هي الخوف. La solitude، الوحدة. alors هاد الجمل نقدر نستخدمهم
في اي موضوع تحط ليا. مثلا نقدر نقول تو ايتي بيان، سيتي ان ايفينمون انوبليابل، كل شيء كان جيدا، كان حدثا لا ينسى. الو هذه جمله نقدر نقولها في اي موضوع، سيتي ان ايفينمون انوبليابل، كان حدثا لا ينسى. ما جوا ايتي ايمونس، فرحي كان كبيرا. ما تريستي سيتي غروند، حزني كان كبيرا. جافي تيلمون بور كو جي بلوري، شعرت بخوف لدرجة أني بكيت. هذه إلا كنتي كتعود على شي حاجة تخوف، شي إيفينمون كيفي بور. جيتي تيلمون أورو، كنت سعيدا جدا. ولا تريست، جيتي تيلمون تريست، حزين. جو نو بو با أوبليي تو سو كو جافي فيكو سو جور لا، لا يمكنني أن أنسى كل ما عشته في هذا اليوم. ألوغ هادو جمل اللي تقدر تعطيهم تحطهم في برودكسيون إكخيت أي سوجي غادي يجيو معاها مزيان. أو لا نقول الجملة الأولى، سيتي إن إكسبيريونس مانيفيك، كانت تجربة رائعة. جافي أبخي غراس أ سيت إكسبيريونس، تعلمت الكثير بفضل هذه التجربة. سيتي إيفينمون جويو تريست إيتي إنوبليابل، هذا الحدث السعيد أو هذا الحدث الحزين لا ينسى، إنوبليابل. جافي باسي دي بون مومون، قضيت أوقاتا ممتعة. ألو هاد الجملة كل هاد الجمل هادو مفيدة جدا في برودكسيون إكريت. ألو هادو هما الجمل اللي عندنا بالنسبة لا برودكسيون إكريت. ألو في الخاتمة، في الخاتمة ممكن نختمو بأونفان فينالمون. الخاتمة مثلا نقدروا نقولوا أونفان فينالمون، à la fin، زعما في النهاية. نقدر نكتب هذه الجملة هذه، واحد grâce à cette expérience j'avais appris une leçon، بفضل هذه التجربة تعلمت درسا. ولا الجملة جوج، cet événement était triste mais la vie n'est pas toujours facile، هذا الحدث كان محزنا، الحياة ليست دائما سهلة. ثلاثة، je ne peux pas expliquer la joie et le bonheur que j'ai ressenti، لا يمكنني أن أشرح الفرح والسعادة التي شعرت بها. أربعة، la peur que je ressentais ce jour-là était grande، الخوف الذي شعرت به هذا اليوم كان كبيرا. هادو هما الجمل ممكن نخدمهم في الخاتمة على حسب الحالة اللي عندي. هذه هي la production écrite، هادو هما الجمل اللي نقدر نستعملهم يجيو مع أي موضوع. نتمنى تكونوا استفدتوا، ونتلقاو إن شاء الله في فيديو جديدة بحول الله.